تانيس صان الحجر الإقليم الـ14 من أقاليم مصر السفلى اللي كان اسمه خينة إيبت إقليم الحد الشرقي اللي عاصمته في البداية كانت منطقة تلة بوصيفة الأنطرة شرق وتحولت لصان الحجر 20 كيلو من المنزلة. النص المصري القديم اللي ظهرت فيه الكلمة للمرة الأولى كان سخة جانت حدائق جانت وده نص لرمسيس الثاني من معبد بتاح في منف. اسم جانت هو الاسم اللي أصبح يطلق على المنطقة اتحول إلى جاعن سوعن جاني في القبطي في الأشورية سانو اليونانية قريتها تانيس. البعض بيقول إن تانيس هو ابن حام ابن نوح والبعض بيقول إن هو شقيق مصرايم ولكن في الغالب هي تانيسوس أرض البركة أو أرض الجزيرة. المنطقة بتاعة تانيس بتمتد على مساحة 4 كيلومتر تقريبا للآثار فيها عدد كبير جدا من الآثار لعل أهمها الكنوز الرهيبة اللي لقاها بيير مونتيه هناك. لو حضراتكم فاكرين القصة الشهيرة بتاعة بيير مونتيه لما لقى آثار بسيسونيس الموجودة في المتحف المصري وكان الملك فاروق بيعتاد إنه يزور المكان ولعشان كده جنب المنطقة بتاعة الآثار لغاية النهاردة لازالت الاستراحة موجودة. المنطقة بتمثل بالنسبة لي أهمية كبيرة جدا هي واحدة من ثلاث مناطق بتحرك في خلالهم قريبين من المقاطعة الـ14. المنطقة الأولى هي منطقة حوت وعرة أواريس المنطقة عاصمة الهكسوس. المنطقة الثانية هي بيرا ميسو عاصمة الأسرة 19 و20 اللي هي المنطقة مجاورة ليها ثم صان الحجر. زمان كانوا معلمينا حاجة إن صان الحجر تانيس هي الفيلم كله هي اللي بتاخد عاصمة الهكسوس وهي بيرا ميسو لكن الكلام ده مش مظبوط أبدا. المنطقة بتاعت تانيس هي امتداد تاني وعاصمة تاني بدأت مع ملوك الأسرة 21 ويبدو إن هم نقلوا ليها آثار الملوك بتاعة الرمز لكن منطقة حوت وعرت وبرع ميسو احنا بنتكلم ما بين منطقة الختانة وعزبة رشدي وأنتير المنطقة الموجودة حتى الآن. المنطقة بتاعة صان الحجر أو تانيس صان طبعا الحجر لأن المنطقة حجرية ليها اهتمام كبير جدا. كانت عاصمة زي ما قلت لحضراتكم ملوك الأسرة 21 وملوك الأسرة 22 لما راحوا خلوا العاصمة بتاعتهم في تل بسطة اللي هي الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عليها نقلوا المكان بتاعهم ليكون هنا. طب ليه؟ لأن منطقة تانيس أراد ملوك الأسرة 21 وما بعدها أن تكون منطقة تانيس هي طيبة الشمال هي المنطقة البديلة لطيبة. ليه؟ لأن أنا عندي بعد نهاية الأسرة 20 طيبة اتقفلت تماما أو اتلغى دورها كعاصمة كبيرة وانتقل عواصم ملك مصر في العصر المتأخر الأسرات من 21 إلى 30 إلى الشمال. بنعرف أن اتبنت أثار كتيرة في المنطقة فيها معابد كتيرة فيها أثار بترجع العهد البطالمة كمان. في العصر الروماني كانت مكان يعني مش مهم قوي لان في العصر البيزنطي كانت ملاذ امن للمسيحيين علشان كده هنعرف من كتاب تاريخ الكنيسة القبطية ان كان في ابراشية كبيرة من ابراشيات الكرازة موجودة في تانيس وانه كان احد المرات هنعرف ان البابا مرقس الثاني البطريرك 49 بعت رسالة الشركة لحاكم انطاكيا او بطريرك انطاكيا خدها اتنين من الاساقفة اللي كان واحد منهم اسقف تانيس الرحالة يوحنا كاسيان قال انه زار ابراشية تانيس وشاف 72 دير وكنيسة. في العصر الاسلامي كانت منطقة مهمة جدا تانيس ليه؟ لانها كانت منطقة على الفرع النيل التانيسي ويبدو ان كانت المنطقة صلاح الدين الايوبي وغيره في عهد الدولة الايوبية كانوا مدركين اهمية المكان ده واهمية انه بيحمي بوابة مصر من اي شر او شخص ممكن يجي اليها علشان كده بدأوا يهتموا بيها وبدأ الرحالة والكتاب المؤرخين المسلمين يتكلموا كتير عن تانيس. تعالوا حضراتكم نشوف ايه اللي بيقولوا المؤرخين. المسعودي قال لي ايه عن تانيس ان تانيس كانت مدينة لها 100 باب زي طيبة وفيها آثار كثيرة للأوائل أهلها كانوا ميسورين الحال كانوا بيشتغلوا خياطين بيحيكوا الثياب. مدينة تانيس كانت بتودي العراق 30,000 دينار سنويا قماش وعرفنا ان ميناء تانيس كان كل سنة بيجي له 500 مركب من مواني الشام عشان تشتري منسوجاتها. بالرغم من قوة المنازعات الإسلامية بعد الفتح العربي مع البيزنطيين لكن نعرف ان العلاقات التجارية مع تانيس تحديدا والبيزنطيين كانت موجودة لانه كان الثياب اللي كانوا بيصنعوه كان ثياب مهم جدا والثياب اللي كانوا بيعملوه كمان لغايه العصر الفاطمي اللي هو ثياب البدنه. وبنعرف ان حاكم الفرس بعت مره لحاكم تانيس 20,000 دينار عشان ياخد على الاتواب دي. كان عندهم تاني نوع من القماش اسمه البقلمون او البقلمون وقماش القصب وده كان قماش معروف اليوم. تانيس ودمياط والفيوم كانت اكتر اماكن تزرع فيها
كتان. المصادر كان بيقولوا انه في تانيس كان في 5000 منسج، ممكن 10000 واحد يشتغلوا عليه. اول محاولات بقى التنقيب والبحث عن الاثار في تانيس 1859، ماريوت عمل البحث، وفي سنه 1884 بيتري اشتغل هناك. وزي ما قلت لحضراتكم، بيتري لما اشتغل اتكلم ان تانيس هي برا عمسه، هي حوت وعرق، هي منطقه واحده. لكن بيير مونتي ابتدى يشتغل واكتشف عدد كبير من الاثار، لعل اهمها زي ما قلت لحضراتكم الاثار بتاعه بيسيسونيس والكنز الشهير. المنطقه هنا بتضم عدد من الاثار، اهمها المعبد الكبير المعمول لثاليوس طيبة امون وموتو خنصر اللي عمله اسر الكون، اهمها السور الطيني اللي عمله الملك بيسيسونيس من الاسره 21، اهمها معبد امون اوبت، اهمها معبد منها معبد حورس، منها معبد موت، منها البحيرتين المقدستين او البركتين المقدستين. هنا يبرز السؤال الاخير اللي انا محتاج ان حضراتكم نجاوب عليه سوا، ليه أنا في تانيس عملت مقابر، منطقة معبد وجنب المعبد عملت مقبرة؟ البعض قال إن السبب سياسي، إن أنا عاوز أأمن المعبد أو أأمن المقبرة بوجودها بجانب معبد، ده نوع من الحماية السياسية. البعض التاني قال لا، ده نوع من الحماية، نوع من الوضع الاجتماعي، إن الملوك أرادوا إن يكونوا في حدود مدينة أو في حدود مكان قريب من معبد الإله. لكن في الغالب المكان هنا له ارتباط ديني. الارتباط الديني يجي ازاي؟ احنا عارفين ان الاله امون لما كان بيخرج من الكرنك يروح الاقصر كان بيعمل عيد اسمه عيد الاوبت، وبعدين بيعدي البر الغربي يزور الاسلاف في وادي الملوك. هم لما عملوا المقابر جنب معبد امون ارادوا ان يوصلوا الفكره، هم ما عملش كرنك اقصر، هو ارادوا ان يوصل الفكره الكبيره اللي احنا تعودنا عليه، وهي ان الاوبت يتبعه الانت، فكان مقابر الملوك كانه وادي ملوك اخر يقيم في الدلتا ليكون امون يزور هذا المكان. الاهميه الاخيره للتانيث اللي احنا بنتكلم عليها كلنا، وهي ارتباطها بخروج بني اسرائيل، وهل خرج بني اسرائيل من هذا المكان، او هل الخروج كان قريب من هذا المكان، ام انهم كانوا بعيدين تماما عنه. في الغالب ان منطقه تانيث كانت منطقه لها اهميه كبيره، ويبدو ان الفرع النيل التانيثي كان فرعا قريبا من طريق خروج بني إسرائيل من مصر. خلونا أكون مع حضراتكم، مهم جدا إن احنا نتناول النقطة دي، لأن بني إسرائيل الكلام ومنطقة جوشن ومنطقة بيثوم والحدوتة دي كلها غالبا فرع النيل التانيثي كان له دور. وهنا السؤال اللي بيفرض نفسه دايما، يعني هو السؤال المهم اللي قبل ما نختم عن التانيث، ليه أنا نقلت العواصم؟ لأن في الغالب أن بني إسرائيل اتحركوا في المنطقة دي قبل خروجه من مصر، أو أنها كانت أرض المعاد إن حبينا أن احنا نقول. تانيث معبد مهم جدا، منطقة مهمة جدا، منطقة ثرية، منطقة تتحدث عن تاريخ مصر العريق والعظيم في مرحلة غامضة إلى حد كبير من تاريخها في العصر المتأخر. يبقى السؤال الثاني اللي قبل ما أختمه، اللي سألته برضو من أحد أصدقائنا، ليه الأثار احنا بنتكلم مصر 21، ليه حطينا عليه، ليه الأثار كتير عليه اسم رمسيس وحلاقي خرطوش مرن بتاع؟ لأن في الغالب ملوك الأسرة 21 نقلوا الشغل بتاع الرعمسة، وكأنهم أرادوا أن ينقلوا بالرعمسة بقوتها بعظمتها إلى المكان، ليكون آمون قائما وليجعلوا من أنفسهم امتداد لملوك الدولة الحديثة. لدرجة أن حضراتكم لو تفتكروا سيمندس لما قاعد في مرة في القصر وجاله خبر ان المعبد بتاع تحتمس الثالث او مقصوره تحتمس الثالث اللي جوه معبد لوس الميه مغرقاها، بعد 5000 واحد يوضبوها. يعني هم ما كانوش يحبوا ان هم يخسروا حكام او يخسروا كهنوت طيبة والحفاظ عليه. ولنا في قصه وين امون الموجوده في متحف موسكو مثال حي كيف انهم كانوا يسعون لارضاء امون ومعبده ومكانته. تانيث مكان عظيم، مكان رائع، مكان له من القدسيه والمكانه. جانت جوعن صوعن صان الحجر تانيث العظيمة، واحدة من أروع الأماكن، هتزور مقابرها كمان هناك، نزور شاشانك الثالث المقبرة اللي فيها التابوت في وسط المقبرة، هنزور مقبرة وسر الكون بمناظرها البديعة، هنزور مقبرة بيسيسونيس بالمناظر الرائعة، والمكان بتاع زوجته متنجمة وبتاع ابنه والتابوت، والمكان اللي اتغير دلوقتي النازلة، كنا زمان كان ننزل من الشباك النازلة الجميلة، وتمثيل للمعبودات واسم الملك باسيباخا النيوت الممثل في أكتر من جزء في المقبرة. شكرا لحضراتكم.